يقول السائل: امرأة اجتمع لديها على مدار 3 سنوات حلي بأنواع مختلفة وبلغ مقداره 320 غراما، فكيف تؤدي زكاته؟ من أنواع مختلفة. كيف من أنواع مختلفة؟ إن كان ذهبا أو فضة فهذا هو الذي فيه التفصيل، واللي فيه التفصيل إن كان ذهبا أو فضة. إن كانت تريده لللبس فلا شيء فيه، وإن كانت تريده للقنية لأجل إذا ارتفعت قيمته تبيعه، تريده للبيع، هذا هو الذي فيه الزكاة، فيه ربع العشر، تخرج ما يقابل ربع العشر من وزنه. نعم.